هدو نسكالها نوح مادي هدو قفي نوح مادي هدو مدحوينة مانتو كسوشي نوح مادي ما هو حلونيكو اسم كل ابال كودي ميلني وكميلن مدري وهاي هاي اخي ديكيلي دونتان كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وقعد يجي ملكستا كوبي حبيلاشا ودر هانا لغاغا صدر ميل والبا كما مولو اكون كاغا يكار كاغا بريمير بانك لسو دجمانتا او كماري كون هرمري نلوش هذا دقالي بريمير والد هنتي وحن صدا واني طبان كاي بود او تشيل يو اس باريس يو اس اريد يو دل يو نورو نحفلي عبد الرزاق سنتي افغتون مكاي سلاد الصبح عندك تكني اي وريت ودي ها ايمبا وبدو سيدا تا غدها في الصدى المدد بلدي وكبار دغالي تلك وسنة الله واتن مالنتيني دبوا واسكا وريوا اسكا حبين دبن مكي دب اي سوتي وخوغاي واغنا بغي ايان دغ وينو تي دغ وينو واتي لي غوري تشبدي واسن وخوها قلدي محمد علي سوتي افغاده دبنو تي دغ وينو الى ام تحسن في امبو ماكوري وهي محمد بالخوغان دغال ودي تشبد هاي مكسوي دم حكوا ما دغال بنا كيسوني هلكن كل شيء وأنا أقول لك أنا 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 أقول بوجيكم بيف خلوكوا بحال أزود قلنا وها تبعنا ودقون كي بالك أيوم بان لابتي إن حبب تبعنا ما نعبي بحالك أوتي سيبان كهلا أنا جو حبت حبت عبد مكا ويد فوق نايتي أيا بوها لصوق قالوا وتم بندود العادي وتم عيد بلي سوي موي بوجي يسيرك كي بوجي كذا ما دم إيش مكاسان دلبدي تشملي قبل كي لو رجي لدوجي مكاسان باه هلكاسان كوبتو كعبي وكان ديغو ان سيغا كان عبين لكن بوغي دا عرس عبا ايان غلاي جير كوي دابا ني كاسان اسكو اقل نقوني ودي كميدا ها ودي دا قول كان كوجا ايا كيلو بوغي لو كيناي كيناي بسو لو عبد صباح كادا لا بي قاني دي قفكي دونا با انتنن اولاب تبدو ما كو دايرا الا با انا حبط با لابتا انا كي فوق صعود النقدي لو تبدو ندغوي الى ابن عايز دي باي وحي يقول اسكو كوك حل ندغوي دي وحي يقول وقي عبد الله مياد الله كي وبهل كنو كدلي تو غدا كان السمر كانوا لو لابيا وبهل كن اسكدا نغتك ما كان كو لا دمشي وحمبات كسي كسا حبين حبين ندا كميدا أين تودي أنا سي تشيف سنايا أين تودي لي لا أين لا أنا وأنا حبط لي دابا كشري ما كان سيدا أوشيري أين لك كوي قيقي يو سيدي سيا وأنت قاعد دابا كان أفك كوتشي أين سوري قيقو ماكو حاجة قالوا صون غدايو يما كنا وكرا كلا كيس وكرا دوي سوري وين ويسوي وكان ساوى فوي ايوه يا عبد السلام سكول هي سيري بلغك ويدفع لك عاو سكول مية ديجيسي وكسول والله وانا كينا انا نعنها قد عفنا سعيد بحر كايس كدا قلت بحر دو انا كقاعد بوغيو مقاسان اسكدا بحر بتشوشي مقاسان انا نعنها اخي كاود شداد صاحبها هاي بابا ايوها ادوغا ساستي بارد عدي حبدا سعوتي مكي كوبي يتمنى دي سو غادي وقتي ايا سيدي حبد واحد لي سي فغاني اي نوت داك 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 دتك مو ودا خليان دتك قاق بدن كود علو شاب دقاقدي با هلكي غاي ان
baaldigiyaga oo saakanana laga qaadno xal u dhin la isticmaalay fatahaad buu dhubi haddu soo fatahaad guu soo galay dadkii waxay taymooyaan xabadan ii balaadin caloosha wada dhaqaaqday waa ka joogay waa caloosha socota ayay joogay waa ka joog baalkii way daatay ibanu ayaan u jira xabadii baan naga sii fogaatay oo sidii wax istaagaya siiriyaga nuu dhacay makaasaan anigu yar nahay waxaan siri wallaahi balaa niman kii waa la celiyey sirigaasna kii waxaan siri malaa wajabadii oo baxaysa dhaga weynaan imili waa kii jabad gahaaye dhaga weynaan kuuri wagayahay maxamed kitaab kan iska dhigo kitaab maad akhrisahay sirigan malaa kii weynaa dowladda maahe malaa waa smt oo baxaysa ayaa sirigan tumay soo watan niman kii waa la shiriyey waa sii guuri wagayahay maxaad aniga igu wagaynaysaa anu miyaana kaya sig cidda afufisa xabad waxay tahay ogod kitaabkaagana akhriso oo ilaahay meesha naga sii daa ku dhow guur ilaahay u guulee ku dheh innagaa nagu soo meegaysanna intaan kaan gacanta naga tag jabadna maad ahayn intaad siliba anaatayeen iskaga tiga qolkaygii baan ku booskaygii baan ku noqday anna waxaan is leeyahay de waxaan jigman dikagaan ilawa ninkan ila xidhanay dabadna booskayga markaan ku noqday wax aqlikaga ula xidhan ninaanu iskuul ahaan jignay oo ogeha geysaahayo oday jaamaco la odhan jigay uu dhalay fuco jaamaco la yidhaahayo iskuulkayga ahaa 26 June ayaa igula xidhan markaa qolka dabadeedna isaga iyo saddex qof oo kale markay xabadda way istaagtay markaa ayaa tuub soo qaaday dabadna way yimaaday booskayga dabadeedna waxay ihaa waagii cabdisaqa kaalay tuubkan iska ciyaadnay wata xabadii naga istaagtay wax kala wada hadlaya dadku waxay isma weydiinayaa snt waxaan aniga kula aqalkana waana laga tagaa badnaynteeda kale dabadna markaan waa tuubkii sidaa loo bixiyey ee qofkii ugu hogeeyey dalgaybi xabadii duba bilaabatay waa kani walba yekayeka ku daray markaasaan ku yihi naga daayo iska xabadii baa dabadna dub odaygii sheekh daa-uud oo baska igu xiga ah ayaa anigu daaqadan ku jeeda saasaan ujeeda isaguna xagganka ayuu kasii jeedaa labadayna madax fogaashyadu isku xigaan marka midna xaggana kusoo jeeda ana xaggana kasoo jeeda sheekha faal ba kala baxay sheekhi wuu ku faariyey ayaan saa igoon waxaan siri waa kii dhega weyn wax kuu sheegi waa iskada sheekh daa-uud baa kuu sheegi doonee sheekhi ma ku faaliyey buu ku celiyo waxaan kuri sheekh daa-uud baalkii maa sheegay intaas soo saga fadhiistay markaasuu igu yihi cabdisaaq oga saastani waxay tahay mooyaane baalkii wuu bixi laayay ee blowin eegi doonaa chiefkii baan dub isaga noqday xoogaan ba ku socday ayuu hadna magdhabaad ku celiyay waxaan is leeyahay bahalka wuu arkayaa wuu kaa qarinayaa dabadeedna baalkii buu ku celiyo markii damaad soo saga fadhiisto waxaan ku yihi sheekh muxuu sheegay markaasuu igu yihi cabdisaaqow dhibaato may nala soo galeena waxba naga jabin maayaan nimankan meesha saa ku yihi ma dhibaato ka weyn baa meesha ayaynahays xaakeenni baa soo gelaya fogaashadaasa dhibaato ka weyn ilaahay ku guuleeyay dhe iyagu naftooda inoo soo hogeenay ilaahay bay guusha ku xidhantahay si cadhalaan odaygii ayaan ula hadlay cadhadii ayaan istaagay daaqadayda waxaan arkay daaqadda iga soo horjeedo waxaa taagan nin daahir dhowdhac la yidhaah daahir maxamed jaamac gabadh b b c da bega kaa jirto sayida maxamed jaamac la odhan jiray ayay walaalayay nin weyn ahaa ayaa daaqada taagan oo cabdisaaq sigana daahir iska wada nooc annagoo daahir iska sheekaysayna ayaa oday cabdilaahi bega la yidhaah askarta jeel ka mid ahaa ayaa nasoo magay dabeedna daahir baa ku yidhi cabdilaahi walaahi ilaa maanta wax gaashina maad cunna bariisyagan baanu karsanay ma bariis ma kusana markaasuu ku yidhi waa bariis yaa lahaane xabadii xaggaasay kasoo dhacaysaa oo xaggaasay u daaqadaa ka fadhiistayaana idinkaa dhicine daaqadaa idinkaga dhicine dabeedna odayguuna dhaafay aqalkii koonaa marka aqalkii daahigii ku jiran saa iga soo jeeda koonihiisaasun marka anigu waan arkay haddee saasa iga soo jeeda koonihiisa ayuu odayga intuu saa u ayuu saa u fadhiistay buu qodigiina halkaasoo kala gashada markaas qoyga sidaa madax yidhi dabeedna daahir baan ku yidhi oo nimanka waxaan umalaynaya inay jabeenoo odaygii saas uu fadhiya waxaa isna soo magay nin kale oo dhalinyaro ahaayo maxamed loodhan jirayo
dabadeedna qoladan waa kun soo galay aska qoladan kula yahay jeer gudhiisa loogu yimid aska lagaga tagay la habisaade meesha dabcan iska jabiyaan laaya qoladaasi way dagaagan intii ka hadhay inta baxday mooyaan 11 la toogtay mooyaan intii kala baxdo meesha maad kala yira ayay galeen marka habistii de waxa ka sii daaqadaa dhinaca kula haydo dhan ayaa qolada ay sagto la hadlo yiri waa nimankii xagga ayay galeen dabadeedna san way soo wada gashay jeelkii dabadeedna waxay galeen qaybti maadka sagaal nin oo marka kamida halka galabay ka soo qabtay maxamed cali isagu qaybtan xaggan gudaha ayay ka soo galeen waxa albaabka weyn way jabiyeen talayihii ayay la hadleen oo yiraahdeen waa ciidan ku jooga ma jooga in may disdiibi nin buu dhaawacay baa la ugu dagaalamay maxamed cali oo jeelkana aad u yaqaanay isba qabta ku jooga jeegay baa la ayaa qabta ka soo dhacay adigu halkaasaa lagu toogtay ayuu ku toogtay kii jeelka haystayo anigu waxaan imi bisaaska bisaas badan baa jeelka iska jooga maxabiista la cun jeegay wax marka markaan soo baxay waxaan imi kii talayo nin xoogan uu ahaayo aad u shidiso bahal bisado halkaasaa xabadu kaga dhacdo qanjaha sidaa u hiigaya dabayga mobilean jegina ayaa ma ku soo baxnay markii dambe marka qaybtii xaggan kasoo gashay geegas buu jeelku lahaayo kuwaasaa cawjadihii iyo nagaga jabiyey jeelkii labadii duhud maan kasoo baxnay jeelka madheega ayaa nalaga jabiyey daa-isadan ilaahay tidhmatay oo naxariisto ayaa xoogadeedii noo soo celisay markaanu saa usoo baxnay maxamed cali mee ardaydii buu yidhi dabadda usii baxaan dabadda aan u baxnay qaybta hooga xafiisada ayuu kula hadlay dabadna maxaabiistii dalka intay haystaan inaan anagu waxaan dumacnay markaa dee la kala degay horta maalintii waxaan tagnay xegada weyn taga baana la yidhi xegadhay magatayga oo ay haystaan halkan imika ciidanka booliiska lagu tababaro ayaanu tagnay anagu aqalkii taliyahaaba degnay waa subaxii dambe waxaan damnaa inaan dilo askarta qaag iyo maxaabiista qaag maxaabiista qaag baa eegnimo kuu sheeganaya oo kelmaddii yidhaahdaan lagugu ciqaabaya been iyaguna waxay doontaba ha noqotay ka qaag baan damnaa inaan dilnay askartaba ha ama isa qaad ama daago qaadi askarka iskagun buu ahaa marka may kala socdeen baa askartu dabeedna maxamed cali baa diiday inaan yidhi cid la dili kara ma jirto waxaa nagu jiray nin ilaahu naxariistee axmed loo jira axmed cumar oo cabdi daahir iyo mar lasoo wada xukumay oo isaguna markii hore dilahaa oo aada nin kulul oo shagaagad lahaa buu ahaayo aad u kululaa dabeed ninkaasaa yidhi waan dilaynaa wallaahi dadkana dhiba iyo kadaanda leedahay ma dilaysaan wallahi waan dilaynaa dabeedna maxamed cali ku yidhi wallahi nin haddii la waayo adaa u dhimanaya idinkii adagu idinkuba isku mid baa tihi had kaga duwantay maxabiistaan meesha kasii daynay tagaan dadkan dili weyne baad adigu dilay qof la dili maayo qof haddii la waayo wallahi adaa u dhimanaya de axmed baan ku yidhi axmed nimanka labaad nimanki meesha inaga jabiya aynu wax tagaanay isaga dabeedna saasaanu kaga soo jeelkii saddex ishaanu deganay jeelka hubbaa la badanna waa lagu qabsaday meel bagta la yidhaahayo aan islayn malaa bugaha madheega hoosteeda ayay ahayd hubba lamaa laga soo saaray dadka aada baa loogu qeybiyey dadka miyiga saddex isi hubka qaadanaya inkastoo aanay haddana ciidan markaa lidnala joogay aanay jooginoo maalin saddexaaddii maxamed cali waa ka joojiyay dadka hubka laga joojiyey laakiin markii hore waxaan isli de intay qaataan bay aqalada soo dhigtaan meelaha soo noqonaya dabeedna horta sidaasaanu xoognimada iyadii afar sano dabadeed nimanka asadnimu ilaahay khayrka siiyey ay noogu soo celiyeen oo aan jeelka kaga soo baxay oo aan nin xoga u noqday doka horta ninkaa xaashi iyo ninkaa dhiga weyne mee buu yidhaahd markii buu soo galayba markaa xaashi dee markii dambe uu la socdayba oo anagu markii aanu jeel ka baxnay saddex ishaanu deganay maalin saddexaad dibuu dagaal weyne nagu soo dhacay marka anigu buuta jagata ayaan ka baxay aniyo nin kale oo arday dambe oo lasoo xidhay ahaa ama isagu snba ahaayo mag lasoo xidhay cabdi daahir iyo nin dhaawaca ahaayo xabadna halka kaga dhacday markii la qabanayahay geysa
أيام السوق أنا هالك أشتغلت أي ما البند بدنا أقتني محمد علي يا عيدا كأوتي ما كحاشول السعودي ويسقى حاش ما كيبا ويسقى عين دقوين اللي بيسعول لكن ما كده دقوين ما كده بعد اللي بند سوقني ما دقوين ما كده بي قريبنا لسيا أنا قو نوديا دي هكيسال لقى صحيح بيجا وديا بدنا هكيسال لقى صحيح يوم كا شالك ما دايق لك يعني ويجي ديلا هاي دت كبد كدوة باللاي كبد بادي يي محابيس تيدي يي حبشدي إن قاربنا السوسي يسيسوا دبنا بقى عاتري سنبنا اللي يدي بقى أنا نقطعنا يو تبعها تبعيه بقى على صقري تبعيه قصد حاسة دي تمن هبي إيش تقدم أنا عيدك بحفل علمان ضعني عيدك على ده وكوي بدنا هجيس صقري بدنا بقى عاتري وحي محمد علي وتي مكاننا جا عيدك في محمد علي وتي أي قاري جي يسيسوا اللي يدقع بقى أي نصيحناي جمعها جمعه قصد حاشر يتمنى شو سوي أنا جي أقول لهم حبيسة حبيسة عبيد وحكر أي حصية عبيسة حبيسة دعوت أنا لها أغل جنية يجا لقي ما كيد قالك وبقى كده عاي إن أنا اللي عجبه نهي ما كان نسيبنا نسيب دلو وكي محبيسة الصومالية يوتيوب يروح محبيسة كل هي أي استافسين ما كان يجوا اللي قتي وسدو تهاو لعده كما يغيب قرين لوجي صدقة حبشية نلتشوجي كما يغيب قرين لما قادين مكان كم يدان شن كنوا شلين هاي وانا كلا حبشية ضيو الحوح ضيو وجي يو حسين نجوا مكان مكين نلقيش بيه إن دبده نصو بحنا يبيه بيحقول واقيا عبد الساق حيا بعد شيء بقول شالك محمد علي بين نلتش نجيش بيه مكان كول ها محمد علي بيه وتعيد نجيش بيه وقصوا ما تحصلوا قصوا حيولي محمد علي وانا والم وحسن ما فعلنا قصوا كوري يا وقصوا محمد علي وانا والم قصوا كوري محات وانس والملا وحكروا دقال قصوا كوري محات لي حاجي محمد بل وريتش غيو محمد محات لي حاجي غينا واكا غيو قصوا لي أنا غي سغي سوق بتيمور انت يدا بدن هلك كجتا سمنت تدبي دوانت كيسا كان سوق قبتي وحول أنا قد تسك بيغلي أي مجلس أن سوق قاف حلا عيدا بنا لك هني بيقول تبين واحد اللي هلا توبه دكار كله جيني يعني تبين أنا قد توبه كي كتشنا أي أنا حبيب كدا هذا نبيولي حلا دي تدل كنا لك هني ما أنا قلنا إن تبدي محمد علي وتوم يلف ندوبان وقلا بيقول أفكو وقلا ده يجا هلك أنا كهني ده يمكن روح على محمد علي بن يزيد ده بس أنا أقول ده سوى حزمة يبدلين محمد علي قال لي توبي ولا دقالم ما أنتنا ده يوم حلو دقالم يا فقط شو ما أنت سجين نقصي ده هاولا وانا وانا ده حتى هو ماسي ده ندو أمسو ويا بو لعك تبان سيو سيد بان فكرت لكن ما كده مو أنا كان سوى أنا يجا مش آدم ما يجا لا يدا من أي نقص هذا بقعة لبها بين بنو هيدني هبين كاتشم إنك استصب حينا ودقال نقوق بصدي أو تا واحد مصاب بقعوس هو قال لي وواحد كقول هلكن الله بدنا وينه ما كيو قبل الله يسنت هو كشيء أيام مبها عيدا نو بدن با بسوف لي تبينا بين بين اللي دشي يجي عيدا كي محمد عبد الله الله بسوف يو تين وين قصه هو جيد أيام ما شو قنمي تبينا أري ما نلوك هندولي دي حالي قصة أو ده كسر ده وأنا اللي يدي كنا دوا حكوا كستان أنا قوم بقولي أرجع قرن أيا أضيع دي مقالة ده هو اللي يدي أضيع لها جيسا لقى صحيح أيو بحبي شركة مدقة لقى كهني أيا لقى كهني أيا نويبي أضيع دي ما نكحي تبدنا وحنا لسوس يغاش ما كنا ما أبكوي كيف أنا لوقي بي هبين مدي بالله أبكوي نو جوجلن أو تقال بدن ما كم صعود بوا بدن كيدنا اسم أي هاي سد وشان يتوح إيش ما كده قالوا سد هل قديم ما مغ حوا جيج أو صورة عيا بيكون كوا حكم كان لا يكون بانا إلهين أيه نهيم كيس عنا صبحي سبتي دي أيه بجيج يبوك صلاة دي هوا أنا من داكو كلا قارنا بحال دجال تبعنا وانا عند ستوشنا إن تيدي هوا وانا كانوا يو غاريج مكلو يلا يو أبكر كلون وحيتان ودي أركس ستوشنا يو
waxaan la socdaa dhigweyna gaariga noode nin SNM ah oo magarigeega lagu soo qoday intayda qogiyay sidana inkastoo buu naga qaaday dhawgii sadun qogiyay buu aadna laga qaaday qogiyahan sidanay in waan wada hubaysanay linkaas laakiin de naga jabada ninkaas uu noo toos waayay waxa dagaal dhacay inuu ku toos waayay waxaan silmalaha u dambadan baa lagu lahayo ninkaas inuu hayo saacad badan malaa albaabka geegeeg oo hagiya hebel ka ma dambo noo toos saasan dabeedna ku soo baxnay geedkaygii baan ku soo noqonay aan deganay iyaga xabashada halkii baan kaga nimid qoladii xabashada ahay soo xabashadii habeenkii way saxdeenoo dee ciidan dhan waa bakaxiga ama habeenkii ma saxdeen subaxii dagaal kuma maqleen ciidankiina uu dagaal tagay keligii geedka geedadkii fadhiya dad baa markaa ka soo baxay magaalada oo dadkii bay budaaceen saddex nin oo xabashiin baan ugu nimid meesha lix iyo saddex xabashiin way ahaayeen dabadeedna habeenkiina waanu haynay labaad maxamed cali baa maanta dambeno yimi wuxuu ihi iska tago jigjigaa la idigeynayaa laakiin wixii aad xabashidii sii heshaanna in xabashiba umay badnayn aabuubay ahaayeen de magacun baa xabashida inaga batee in wixii aad dhexda ka heshaanna sii qaada dabeedna dhexdaanu kasoo helnay badankoodii laba ninoo markii dambe iyagu lug ku yimay qudhaca qudhacdaa maale mooyaane intii kale dhexdaanu kasoo qaadnay aadan maayagaanu nimi aadan maayagaanu dabeedna ku wagajinay ilaahay naxariistee mujaahid haayo cali hayaan la odhan jigo markaa joogay markaa cid walboon isugu jignay markaa anuguna oo maxaabiis kale oo aan intayadoonu ahayd aska jeelka oo nin cabdirahmaan calool runtu uusan geli ahaa ka mid yahay iyo baa nala socday dad kale way nala socdeen markaa halkaa markaa nimi aadan maayaday cali hayaan wuxuu yihi cid walba halkii doonayso qolada xaggan tegaysa baabuurka wata mooyaane qolada kale dee wixii ceegaaba tegaya wixii dhulkaa kale cid walba halkuu tegaya wixii baabuur xaggaa u socda ayaanu saaraynaa dabeedna subaxii hore intaanan soo bubixinba ayaa cabdi iyo wixii baabuur xaggan soo kacayay ilaan dhulka markaa waa la isku socday ayaa hadda waan ka baxnay xuduuddii soomaaliya waan ka baxnay oo qaxan maka magayna sidaasaanu aadan maayage habeenkii ka dambeeyna waxaanu seexanay kaama bakog jigjigaa la yidhi markaa waa tegaysaan habeenkaana waxaanu seexanay kaama bakog dabeedna waan kasoo baxnay maalin si dambe waxaanu nimay xagsin xagsin baan markaa waxoogaa joognay haddana waxaan nimay qudhaca qulcoodeed markaa loo soo qaxay oo dadkii oo dhami joogaan horta cawil cadami dhexdaanu iska soo dacnay meesha magaceedii baana garanayna oo markaanu isku dee salaadno isagana la yidhi waa kuwa nimankii iga diyaaradaad waa aftubtay markaa cawil markaanu yidhi jigjigaan tegaynaa isagaa nagu yidhi jigjiga cid alaalay ka cidii naga joogta iyo xafiis ka fogan oo cidii joogta ma jigoode jabadii way ka wadatimee waxaana jigjiga layidhi waa laydii geynayaa ma garanayo laakiin waxaan idin sheegayaa inaydaan ku lugoyin jigjiga dabeedna qurcood loo soo qaxay oo dadkii oo dhami jooga cabdi ismaaciil oo dildilkayga ka mid ahaa hooyadii joogto oo aabihii joogo ayaanu nimi markaa halkaasi qurcaan anagu joogay muddo oo cabdi ismaaciil islaantaa dhashay ina xasandalo faadmo xasandalo ilaahay jannad firdowsaha geeyay way dhimatay ayaa aniga iyo yuusuf maxamed ciise iyo magdamaysan noo yimi tiri hadduu ilaahay jeelkati ka soo saaray halkaa dhaafin hooyo aniga reegahiina u diraya farine markaa wadbaris baan anigu in badan la joogay anigoo inanu ay dhashay markaa jabada ka mid ahnaa maalmahaas uu dhintay oo cabdi ismaaciil ka weynaa ilaahay naxariistee axmed deeq markaa anigoo dhinacna ka tixgelinaya faadumo xasan darb ilaahay naxariistee oo dee nagu dul ooyday oo tiri maaragtay ayaa muddo dheer aanan anoo ree kaba ka wahayn aan joogay la joogay ma dumaan tegay anigu hageysa galay dee aad baa umahadsantiin wixii kale weydiisan mooyaane waxaan se leeyahay waxna ma aad ka tegin wayahay waa mahadsan tahay dhabac baa sheekadeena jeelka markaan joognay soo noqnoqday dhabac ma wuxuu noqday qof labada dhinacba u shaqeeya dhaman agensiya dadku si ay u fahmaan ha bismillahi smt wuu shaqayn jiray laakiin markuu halkan joogay ardayda qaar iyo niman shaqaaloo ka mid ahaa iyaguba lahaa oo maxamuud nin la yidhaha faraska cad maxamuud cabdi waa wareysan doonta haduu doono inkastuu tabcaan aada u yahay
ادنى لو يهيو تجاري وشيري وحريو سيغا نغني بدنا لبدن صومتي يبلو جوبا يو هكوغا سلموكانا وهاي انوغان عبد كوال شاكسن نيكافاس كاد محمود ان ولش غيني نوصويت نوكوحنا ان نيكافيغان نوصويت تشوغي داود لوريتشي ماتش على هاي مكو يجي محمود وحولين بغينا بوكي وكاميرا والحري اي ولا سودينية انا سودينية وان سوداي مود مكا وان كسكن مود بيغا سودنيكا سوداي ان مكا كوري وان يمكا كسكن انت دمسيدو امتينو وحن سنمود وحدين وديت شكس والله يدحرو سو سكبر الحرمايو انا بكوري دادي سوي لين شقيني قسم ما إلا حراية خطر بدن باقشين مكا قولة دائس قولة شقية أيو تلاوي وقولة دان مكا نبطوك دانا لفيلة يين ولا شقية وداود كاي صاحبه أيو تلاوي مكا إسم تبما فلين ولا شقية تقوى واتن إيونا حراية وانا لسيدة إن كدي ودو حبا عمالا نقويا قاعدين كواي لكن مكي دن بيوحا وح عدانا لحلين وشقيني فقشت اللي سيلي قبتا أيو صوب حصدي بنساسو كيمي تيجن دي لهاي بكو سلدي دال بكو هايو اوكي ابساقو ان بدل ما تشيل كوتشتو انت كيس ورقه هاي يعني انت لدين هيستي تشير دلبا لدين هيستي اي توتشر بعد بركو رشاكتي سيل لدين ديت نيو انت بيغا مشان قال لي ميل هوتا لو تلا قال لي باريتان ما كان هنا حق ما تري بهاي اي قلب نمو لينه كواستا سو ما كان لا سو دغاي اي يا لي ما كان انت بدن باشا فكت لا يلاحظو يجرعس اما الله هنغطو اما فر هنغطو اما بوت هنغطي انت سوق جرعس تو وحياه بها استعمالي اي اوبدناي انت لوفيو يما كان لوفينو دي فر يلا دي يلا غدايو او نما كان نباريا دي قاكود بارستي سؤال هاي قابل سناي قاكود كون نسوك هي اي هاي ما كنا لصوبار يهال كان تبدن دين لقول بحمو يعني نقوم ديك شيء نقول كلا لقيني ما كان كون نسوق هذا إنك كنا هال كان نقول حنا نيو أسكر كتير تين قول كلا لقيني أي أنا جراء كتير ما كان ما فر هكلا دعان أما الله هلا قول دعو أما بدت كهلا قول دعو يوم ما كفكت نقطه انت هسا وقبض نيد ده وحياة بهاي دت كاي سيد توشك دين شيء لكن بعشر فكت الله يراد وبا هلا دو دو حم ها مكال لغة هاي جماعة لب لسكو كحرة لسكو كهنو أبي شوف كنو كات كنو تو إن سكو كذا نام حبا هاي ها وعي عبد الرساقو محاند إلابي محاند إلابي ولي جم محاند إلابي ما نقول ها مكوا حبوا سكيل لا أيوة وان كاين موسنا واحد ما يكو لو سينيسا لأن بتقب كنا نبتقب أنا واحد ما بي لو سينيسا ضد بدن أورنتي لكن دي وحيا بها عن حسية قيمة بدن كسر كيو وتشير كانوا عاد بنو كسر كيا تاريخ غير ملي نبى مالو نبى حدا دي تشير تشير كوبا شيء كسايو أقول نبى تاريخ كلام لي واه كلام ما ملي بك ادم جعل هينا تشيركي كشكيو يا تاريخ ذا ود تاريخ ذا انا تاريخ الجنة وحن لو بدين ما نتا دياغد نو لافتو نمبر 1 سانو غو فرحني صح يود قيمة هاي الهايدة صح لانو كنا ضد قيمة لا بابا نغنو لما كايغد تركو دياغد وافتو بي يا wax yag ma hadde yag ma ha annagoo tidbiyo tumajigo arday aho ayaa dee man iyagoo dee naftooday noo hogaamtay naftii noo biimeeyeen dee o in la qabtay iyo inay deeqadu la qaxday wax walba dee way ma garanaysaa wax ka weyn ma jiro dee nin naftoodiisa ku hogay dee qoladan dambe naftooda way noo tijalka naga soo jibisay runtii oo eeg waxyaaba cajiibka nin baa isna doonay inuu dhinto نن سو بدبادیون نلو کنن نلو سیسی کس و وحیم ما مکان دو نیشو
hadday maanta ku dhaqaaqdo oo inuu lahaa inuu ku dhaqaaqdo umadu kugu soo dhaqaaqdo
عيد بين نجع علين كده عيد بين نجع علين كده هبدأ أسكت شوكتوا إنهم باب أو توم بين نجع دمان دوت هبدأ يوم دوت شكو عاد النجع حوجيني حوج هو مدة عيد مدة حوج قبسن كده فينا ينجع يزكى جواي وحنت كبدلة سوا قد وحكيم وقد كصوص على وحلو بهين وقد يحكيم هذا وحلايا وقد كتكتنه وقد كوكال بدينه كاين دوغان اينا يكين بدلين وقد اينا كبدلونه يعني نجا قارين ميل حن يميل دبلة يميل اينا كوبا بغنو يميل اينا كو لما نو عيدي نجا لمتو مك هده وقد وحين اينا هايسو وح وقد اينا هايسو دو وح كفضو وقد وح هذا اغتين بالك يفضو waxaan leenahay wad cod hal ugu kala baxo codka hal ugu tagtabo ni waloba ninkaad olka codkaaga siinayso si wadaagsan wax kale kala badiya haqaato ka badiya haw mahadnaq umada taasan kaga baxayeen Soomaaliland siinaya taawdeen inta waxaan ku soo gabagabeynaynaa taxanihii dheeraayay uu noo duubayay Cabdirasaaq Ibraahim Kooshin oo loo yaqaan Cabdirasaaq Alfa waa ardaydii jeelka lagu xulay Mandheera dil iyago ah مرحلة بدن إيه تاريخ بدن إنه سوشي كي وكاجا مهدنا قينا وقت جاء ناس يسي عبد الساقو يوري بدر دارك أو دم بيجي واحد إنه سو فور خله يمهي مدى لا ده هي هلجن كائن لعد كيا أتبعد ناس يد عبد الساقو برامج كمان نبدأ كل دونا وأنا جا يا عبد الرساق اسمه يا عبد الرحمن جايرو يا سي بي تي في يواجه في أمان الله.